اول ما بتستلم التابلت بتوصله على الواي فاي وحش. الاول تمام، عشان لو ناقصك اي حاجه تعملها. مش كده طبعا، لا تسحب كمان سحبه وتضغط على كلمه واي فاي، بعدين التفاصيل. هنا لو الشبكه مخفيه بتعمل اضافه شبكه وتحط البيانات بتاعتك، لو شبكتك ظاهره هنا بتلمسها وتحط الباسورد وخلاص. تطلع بره تطمن بقى على البرامج بتاعتك، البرامج كده كامله تمام. شكل المفتاح جنب الواي فاي، يبقى كده اني كونكت متفعل تمام، والمنصه اصدارها لحد اخر اصدار حاليا 1.9.5 تمام، اهو برضه عشان نشوفه عشان يبقى جاهز للامتحانات 1.9.5 كده خلاص كده تمام. متحدث لقيت ان عندك الدنيا ناقصه عن حاجه كده، كل اللي بتعمله بتفتح النوكس والثلاث شرطات اللي فوق وتضغط كذا مره على الريلود ديفايس كوماند دي تمام. لو في حاجه ناقصه هتنزل لك في التحديثات. الاختصارات بتاعت موقع الوزاره لو لقيتها بالشكل ده ممكن ما تشتغلش، بسيطه. تفتح النوكس ومن هنا من علامه التنزيل تمام، لو جنبها انستول تضغط انستول وبعد كده هيجي لك اضافه، لو جنبها ديليت طبعا هي شكلها اللي بره ده، هتعمل مثلا ايه زي موقع بوكس اهو، هناخده نموذج، هنروح جايين على ديليت اوكي ونعمل له انستول تاني اوكي، نطلع بره نشوف الشكل او ضايع بقى مظبوط كده تمام. بالتالي هنعمل للباقيين كده برضو من النوكس اللي هو هنا، هنعمل لكله ديليت وكله انستول. طبعا الشبكه بتاعت سكول 2024 دي جديده، انستول هتديك خطا لحد ما ايه النوكس يتغذى بالبيانات بتاعتها، ده عادي طبيعي عند الكل، هتنزل دفعه دفعه بس كده تمام. طبعا الثغرات بتضر الجهاز، خصوصا ثغره جوجل بلاي، لانها بتاكل من الميموري وبتاكل من الرامات، ده على مدار الثلاث سنين اللي فاتت والاجهزه اللي احنا شفناها. اي حد يقول لك ثغره جوجل بلاي حلوه وبتاع، لا تيجي بعد كده تنزل تحديثات للمنصه يقول لك مفيش مساحه، مفيش مساحه ازاي وانت اصلا الذاكره بتاعت التابلت القديم 32 مثلا والجديد 64، فبتخش تلاقيها 8 جيجا اتقصت الربع بسبب ثغره جوجل بلاي. تهكير او باسورد طبعا القصه دي خلاص يعني هتتحملها انت بنفسك وتروح التوكيل، والتوكيل دلوقتي ما بتفهمش هيقول لك بورده، بورده يبقى مبلغ يبقى الجهاز نفسه.